هذه بتذكرنا بالهجرة في 48، الناس طلعت من الخوف. الاختلاف بالآلة العسكرية، الآلة العسكرية اليوم أحد وأقوى، والآلة العسكرية اليوم صحيح درون كانت أباتشي في هذاك الوقت. علينا الكهرباء، أولادنا شباب تشردوا، وإحنا طلعنا هنا بالمستشفى صرنا يومين، أنا وضعنا صعب. لحديت هسه هي أنا بعدنا بالمستشفيات مربنا من هسه وقصفوا دارنا.